بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الكرام بكل خير مع المحاضرة الثالثة من سلسلة الخلافة الراشدة عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما. في هذه المحاضرة نتحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وذو النورين في عهد الصديق والفاروق، ثم نتحدث عن كيفية استخلاف عثمان رضي الله عنه وكيف أصبح خليفة للمسلمين، ثم نتحدث عن منهجه في الحكم وخطبه وتوجيهاته للمسلمين أو خطاب العرش، ونتكلم عن أهم الصفات القيادية عن عثمان رضي الله عنه. بداية، عثمان رضي الله عنه في عهد الشيخين، في عهد عثمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. في عهد الصديق رضي الله عنهما كان عثمان رضي الله عنه من أهل الشورى في مسائل الدولة العليا، فكان من أهل الحل والعقد، وكان الصديق يأخذ رأيه في أمهات المسائل، وكان ثاني اثنين في الحظوة عند أبي بكر الصديق، فكان الوزير الثاني عند أبي بكر الصديق، وكان الوزير الأول عمر، والثاني عثمان، وكان الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه وزير الخلافة الصديقية، وكان عثمان أمينها العام وناموسها الأعظم وكاتبها الأكبر، وكان رأي عثمان مقدما عند الصديق. فمثلا بعد أن قضى أبو بكر الصديق على حركة الردة أراد أن يغزو الروم وينطلق الجيش المجاهد إلى أطراف الأرض، فقام إلى الناس يستشيرهم، فقال عثمان: إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين، شفيق عليهم، فإذا رأيت رأيا لعامتهم صلاحا فاعزم على إمضائه، فإنك غير ظنين، يعني غير متهم. فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس: صدق عثمان، ما رأيت من رأي فأمضه. ولما أراد الصديق أن يبعث واليا إلى البحرين استشار أصحابه، فقال عثمان: ابعث رجلا قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني العلاء بن الحضرمي. فبعث الصديق العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. ولما اشتد المرض بأبي بكر الصديق استشار الناس في من يحبون أن يقوم بالأمر من بعدهم، فأشاروا عليه بعمر. وعندما سأل عثمان قال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. فقال له الصديق: يرحمك الله، والله لو تركته لم أتعداك، يعني كنت أنت الخليفة. والأمثلة عن الشورى، مشاركة عثمان رضي الله عنه في قضايا الدولة الكبرى في زمن الصديق، أكثر من أن تحصى، اكتفينا بما ذكرناه من أمثلة. ومساهمة عثمان رضي الله عنه بحل الأزمة الاقتصادية في عهد الصديق، أيضا كان عثمان رضي الله عنه ممولا أساسيا للدولة الإسلامية زمان الصديق. من الحوادث كثيرة، أذكر منها مثالا فقط يذكره لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق، فاجتمع الناس إلى أبي بكر فقالوا: السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة. فقال أبو بكر: انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله عز وجل عنكم. قال: فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشام، عمال عثمان جاءوا من الشام، فجاءته 100 راحلة محملة بالبر أو محملة بالطعام، فاجتمع إليه التجار فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم عثمان وقد التجار ملأوا المكان حوله، فقال: ما تشاءون؟ ماذا تريدون؟ فقالوا: الزمان قد قحط والسماء لا تمطر
والأرض لا تنبت، والناس في شدة شديدة، وقد بلغنا أن عندك طعاما، فبعنا طعامك حتى نوسع على فقراء المسلمين. يعني نحن جايين نشتري الأكل ونبيعه للناس بسعر معين ونحل هذه الأزمة الاقتصادية. فقال عثمان حبا وكرامة: ادخلوا فاشتروا. دخلوا عندهم، فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان. فقال عثمان: يا معشر التجار، كم تربحونني على شرائي من الشام؟ كم تعطيني نسبة ربح؟ فقال: نعطيك للعشرة 12. فقال: قد زادني، يعني في مين زادني؟ فقالوا: للعشرة 15. فقال عثمان: قد زادني. فقال التجار: يا أبا عمر، ما بقي بالمدينة تجار غيرنا، مين اللي زادك؟ نحن أعطيناك أحسن سعر على العشرة 15. فقالوا: من زادك؟ فقال: زادني الله تعالى بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا والله. قال: فإني أشهد الله أني جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. الله أكبر. في نفس الليلة سيدنا ابن عباس يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب على برذون، يعني على حصان، وعليه حلة من نور، فيسأله وقد اشتد شوقي، يقول ابن عباس: اشتد شوقي إليه، فقلت: يا رسول الله، اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، فأين تبادر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المنام، قال: يا ابن عباس، إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن الله قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنة، فقد دعينا إلى عرسه، رضي الله عنه وأرضاه. فهل يفتح الله آذان عباد المال ومحتكري قوت العباد شحا وجشعا إلى صوت هذه العظمة العثمانية، حين حتى تدلف إلى قلوبهم فتهزها هزة الأريحية والعطف، وتوقظ فيها بواعث الرحمة والإحسان بالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وذوي الحاجات من أهل الفاقة والبؤس الذين طحنتهم أزمة الحياة واعتصرت دماءهم شرابا لذوي القلوب المتحجرة من الأثرياء؟ فما أحوج المسلمين في هذه المرحلة من حياتهم فما أحوج المسلمين في هذه المرحلة من حياتهم إلى نفحة عثمانية في إنفاق الأموال على الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا سيما وما تمر به أمتنا الإسلامية والعربية من ظروف تبكي الحجر، كما في عند أهلنا في سوريا والعراق وفلسطين وغيرها وليبيا وغيرها من بلاد الإسلام. عثمان رضي الله عنه في عهد الفاروق، كان عثمان رضي الله عنه عند عمر